شبك يلي سويتي اسمه خربان بيوت، هالشي مو مزبوط. لك جوزة اللي هو جوزة مانو سأل فيه، أنا شو ذنبي؟ بعدين لو كنتي مكان آسية ما كنتي رح تعصبي لأني ما خبرتك باللي شفته؟ أنا؟ إيه نسيت إنك عكس الدنيا، بتعصبي لما منقول الحقيقة. لنشوف آسية شو رح تساوي. مرت أخي إمتى أجي أخذك؟ ما بعرف إمتى بخلص، بس بدي أنا بدق لك. وإذا رجع مصطفى وأنت هون شو نساوي وقتها؟ والله إذا ما كان فيها إزعاج يشرف هو وياخذني. يلا هلا أنت روح. خير إن شاء الله. والله لو بعرف سوق ما كنت زعجتك بنوب. شوفي شو صاير معي. تحت بحكي لك، صرع جيبي مفاتيح سيارتك. لوين؟ لنكبس على مصطفى. امشي. ليش؟ لا إله إلا الله أسماء، هلأ مو وقت أسئلتك. امشي معي. طيب بس لجيب شنطايتي. يلا اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.